ثلاثة نصائح تساعدكم بشكل كبير خلال حل أسئلة الاختيار المتعدد أو الام سي كيو زي ما نسموها. نبدأ بعد الانترو. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم مجددا، معكم محمد زيد. في هذا الفيديو حنتعرفوا على ثلاثة نصائح إن شاء الله حتساعدكم بشكل كبير جدا وتصنع معكم فرق كبير خلال حلكم لامتحانات أسئلة الاختيار المتعدد. عادة هي تكون الأسئلة الرائجة في امتحانات شهادة الثانوية أو شهادة الإعدادية أو أسئلة الام سي كيو زي ما نسموها. الثلاثة نصائح هذه مش سحرية ولكن حتعتمد على تكنيكس معين امتحانين تتبعوه إن شاء الله جدا حتصنع معكم فرق كبير ومن تجربة. النصيحة الأولى، نحاول ديما أن نستفيد ونعطوا شوية من وقتنا في بداية الامتحان، يعني من دقيقتين لخمسة دقائق، أن نطلعوا لكل الأسئلة بطريقة سريعة وخاطفة جدا. بالطريقة هذه حنساعدوا أن نعطوا لعقلنا الباطن فكرة عامة حول الأسئلة، بالتالي حتكون عندنا فرصة أكبر أن نرجع لحلها واحد بواحد أن نحلها بطريقة صحيحة. طبعا نستفيد أمتى في سؤال جدا بديهي أو سهل أن نحله ونستفيد من الوقت. النصيحة الثانية، هاي تعتبر شوية بديهية واحنا كلنا مارين بها لكن مش مستفيدين من الفائدة الثانية لها. لو تتفكروا كلنا خلال الامتحانات غالبا فيه استاذ قال لنا امتى عندكم سؤال صعب وعلقتوا فيه، حاولوا تتجاوزوه باش ما تضيعوش الوقت وتنشوا لسؤال ثاني اسهل حتى تستفيدوا من الوقت وتستفيدوا من الدرجات للأسئلة الاسهل. طبعا هذا اكيد شيء صحيح جدا ولكن فيه فائدة ثانية للموضوع هذا. امتحنا نبدو نحله في سؤال جدا صعب، دماغنا حيخش في مرحلة اسمها الفوكست مود، يعني حيخش في مرحلة تركيز جدا كبيرة. فالأفضل احنا حتى نستفيدوا من الوقت بعد ما نحسوا ان احنا معاش عندنا ما نضيفه على هذا السؤال ان نمشوا للأسئلة الأسهل، ولكن باطنيا عقلنا قاعد يفكر في هذا السؤال. فاحنا نحاولوا ان ما نتجاوزوش الأسئلة الصعبة بطريقة سريعة جدا ولكن نعطوها من وقتنا لعند ما دماغنا نحس وصلنا لأبعد مرحلة احنا ممكن نوصلها خلال هذا السؤال، بالتالي نمشوا لأسئلة ثانية أسهل ولكن حتكون عندنا فرصة أكبر ان احنا نحلوا هذا السؤال بطريقة صحيحة امتى نرجعوا له لاحقا. النصيحة الثالثة والأكثر تميزا بالنسبة لي لأن جدا ساعدتني خلال الامتحانات سابقا، هي أن ندير تشيك على الإجابات كل ورقة أو كل مجموعة أسئلة على حدة. يعني نحاول أن ما نحطوش دماغنا في عجلة أن احنا نحاول نحل الأسئلة كلها مرة واحدة وبعدين نديروا تشيك على كل الأسئلة مرة واحدة، لأن نحس أن احنا جدا مستعجلين أن وربما الوقت ما يسدناش أن نديروا تشيك أو نراجعوا كل الأسئلة وكل الإجابات مرة واحدة، بالتالي عدد الأسئلة جدا كبير ففي عندنا فرصة أكبر أن احنا نتلخبطوا. بينما امتحنا نراجعوا الإجابات لكل صفحة على حدة أو كل مجموعة أسئلة بعد ما نحلوها على حدة حتكون عندنا فرصة أكبر أم تنكملوا هذا الامتحان، احنا مش محتاجين أن نراجعوا كل الأسئلة مع بعض لأن احنا اوريدي راجعنا كل مجموعة أسئلة أو كل صفحة من الأسئلة بروحها، فبالتالي حتكون عندنا فرصة أكبر أن احنا مش هنتلخبطوا أو مش هتريح علينا حاجة رغم تكون ربما جدا سهلة ولكن بس بسبب التلخبط وضيق الوقت. إن شاء الله بالتوفيق لكم كلكم في الامتحانات وإن شاء الله النصائح هذه تساعدكم بطريقة كبيرة. لو عندكم أي أسئلة تفضلوا طبعا واستفسروا في أي وقت يكون جدا مريح لكم. إن شاء الله بالتوفيق، نتلقوا في فيديو ثاني ومع السلامة.